ولو ما كان الخط سوريا فاتح كانت الناس مشي امورها ومطعم اولادها وحركه ماشيه، يعني الحركه التجاريه ماشيه. من يوم انسكرت سوريا الوضع تغير، الناس يعني بالويل هسه على الناس، حلال سوريا رخيص والكيلو هناك رخيصه، وانا جيبوها هناك بنقول بخمس ليرات باربع ليرات، وهنا الكيلو الخروف ب 11 دينار، فرق كثير. تواصل مع سيارات السفريات ويجمركون وتوصلنا هون نغسل اللحم ونعلقوا عادي. يعني كان لحد الان بيسالونا، بفكروا الناس اللي برا الرمثه بفكروا انه بعده في بيجينا لحم يعني سوري. لا يعني كان يجي مثلا 4 دنانير الكيلو وبلدي، وهسه مثلا ب8.5 ب9 ب10 البلدي، يعني في فرق مرتين الكيلو، بدل ما يشتري مثلا كيلو بقول لك بشتري كيلتين لحم سوري وسعر مناسب. ابو عدنان بس على الحم الله الواحد من ربنا. الله يرزقك.